بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسرفنا في أمرنا وتولنا، أنت خير ولي لنا ولكل المؤمنين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار لنفسه العدوان. الآن بفضل الله تعالى وبركاته، نحاول مقاربة جدية لبعض آيات من سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. Le voyage nocturne où les fils d'Israël que la paix d'Allah soit sur lui. نبدأ بآية 67. قل ربي سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هذه جربتها كم من مرة، ثم حتى تلقاه غير ربك في البحر في الجو في مسيرة كبرى عبر الأجواء السماوية ما تلقاك إلا هو سبحانه وتعالى. وزايد تمشي ورا السراب اللي يعزك به الشيطان اللي هو عدو ودود، بس هذول مين مرتا هذول مين جوري. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فهمت بعد القضية كي دخلك وما ما توجدوش كبس، هو رقيب حسيب هو قيوم هو ستار هو جبار كل شيء ما لاه سبحانه، وما لاه في البحر ما ضعيف سيرتي وقت سمير ما ترى الموت اللي غرق شيء بطبيعة يعجبني مهما قلت تصبر على مواجهة الموت، لكن في البحر تتبدل رأيك لأنه أشياء الأمواج والبرد والقرش وغيره وغيره والسموم والمسائل كل اللي يأتي بها البحر، وأنت في المكان هذاك وربما تستيقظ بخطر كنا في مكان خصيصا أين أنت؟ من دمار كناه محضرية رائعة عصيبة جدا، نسأل الله السلامة.